كلنا نعرف كيف كانت خريطة فلسطين وكيف صارت اليوم، ولكن بصراحة انصدمت من التطور الهائل من هذه الخريطة خلال السنوات الماضية. بعد ما قضيت يومين في القدس ومليت من رؤية المحتل كل يوم، قررت أني أتجه إلى الضفة وخصيصا إلى مدينة الخليل، وكنت أعتقد أني ما راح أشوف وجه المحتل مرة ثانية. ما شاء الله، هذه أول مرة أشوف فيها علم فلسطيني الربع. وهني كانت الصدمة. عند وصولنا إلى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، لاحظت سيطرة المحتل الشبه كامل على المسجد. في أي مكان في العالم تدخل المسجد تتعبد ما حد يكلمك، بس هني تمر بمعابر وتفتشونك ويسألونك ليش؟ عشان جاي تصلي. والاستيلاء على أجزاء كبيرة من البلدة القديمة. مستوطنة هذه خلاص، هذا كان سوق هون، كان سوق هنا مجموعة على حرم إبراهيم والبلدة القديمة. أخذوه طبعا، في جنود هناك. ولكن اللي فرحني في هالفيديو ونساني الكربة هي أهل الخليل. أهلا وسهلا في الخليل، الشعب الطيب البشوش اللي بالرغم من كل ظروفه يساعد المحتاج ويكرم الضيف. المدينة التي لا ينام بها جائع هي مدينة الخليل. في هالفيديو راح نتعرف أكثر على مدينة الخليل وأهل الخليل. خلكم ويانا واشتركوا بالقناة واعطونا اللايك يا الربع. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ مرحبا بكم من مدينة القدس عاصمة فلسطين. طبعا أنا الحين برا المدينة القديمة، البلدة القديمة. هني هذا الطريق هو اللي يؤدي إلى المسجد الأقصى مثل ما شفتوا في الفيديو السابق. الحين أنا متجه إن شاء الله لمدينة جديدة، مدينة فلسطينية، مدينة الخليل، عشان نتعرف عليها أكثر. هذا هو الأخ يعقوب اللي تعرفنا عليه. إبرون. Where now? Which city now? City الخليل. الخليل now ها؟ الخليل مسك إبراهيم. إبراهيمي. إن شاء الله. إن شاء الله. هذا الولد طيب جدا صراحة، وناس يعني جايين هني عشان يسوون الخير. يعني الناس اشتروا كتب و اشتروا اكل وماء يوزعونها على الناس وعلى المدن المختلفة. تخيلوا يعني يسافرون للخليل، النابلس والقدس، يوزعون الكتب والقرآن الكريم وحتى سجادات الصلاة وكل شيء. فالحين بعد شوي ننطلق ان شاء الله. ننطلق يا اخونا. وانطلقنا في طريقنا اللي استغرق الساعة والنصف، وكنا نشوف أعلام المحتل طول الطريق، وفجأة علم فلسطين يرفرف قدامنا. ما شاء الله، هذه أول مرة أشوف فيها علم فلسطين يا الربع. دخلنا الضفة الغربية، نحن الحين موجودين في مدينة الخليل، وهذا العلم الفلسطيني يرفرف مثل ما تشوفون. يا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله شوف يا الربع، العلم الفلسطيني يرفرف ما شاء الله. الله حيه، الله حيه والنعم، والله والله فرحة لا توصف. وصلنا عند إخواننا فلسطينيين الحمد لله. يا صباح الخير من مدينة الخليل، هذه المدينة اللي أنا من زمان في خاطر أيها. طبعا أنا أمس في الليل وصلت، ما حصلت فنادق، يعني عندهم فنادق محدودة وغالية جدا، بس أنا قلت لكم أنا ما أحس بالغربة، أنا بين أهلي ما أضيع. على طول سألت أي واحد من الشارع ساعدني، حاول يساعدني، وصلني عند شباب، أحد الشباب جهاد قال لي تعال والله تنام عندي الليلة. يا ابني عندهم ما شاء الله والنعم فيهم أهل الليل، والله هذا أخونا الجهاد هو اللي قال بياخذني إن شاء الله، ما في إحراج. ها حبيبي والله، هذا البطل علي طبعا. فأنا اليوم موجود في بيت جهاد وعائلته الكريمة فتحوا لي بيتهم، شيء صراحة يثلج الصدر والله، يعني ما أدري شو أقول. تحس كأنك بينك أهلك وناسك،
فالحمد لله بداية حلوة من الخليل إن شاء الله. اليوم نستكشف مدينة الخليل ونتعرف عليها ونعرفكم عليها عشان نتذكر فلسطين وما حد ينساها إن شاء الله. بعض الأماكن وبعض المأكولات الخليلية. وري دخل داخل. شو اسمها هذه الفكة؟ أسكدنيا. أسك شو؟ أسكدنيا. طبعا في بيت جهادة هني موجودة فاكهة اسمها أسكدنيا، صراحة جربتها أمس، طعمها طعم خاص لذيذ صراحة. والأخ يالي تخطفها. أيوه آتيف كون سنة شوي سنة شوي علمنا بس لازم نغسلها. لا لا بدون تغسيل لأنه مغسول الشجر، أنا غسلتها امبارح. تغسلون شجرة كاملة؟ ما شاء الله بصحة في ايدك هيك. يلا هو جرب. لحظة لحظة ايوه انت فتحت المقدمة الحين. هاي عمر. وين عمر؟ عمر ورينا. ها كيف كيف طعمها؟ لذيذ طيب؟ سح صاير. ده هذه من هني صح؟ صح. لا غلط ولا كيف؟ صح صح. ايوه ايوه كمان ايوه لازم بعدين نشيل البذر. هذه اسكدينيا طعمها طيب صراحه، مو بحامض وايد. بس في فلسطين ولا بس في الخليل ولا بس لما تكون صغيره بس بتصير حلوه؟ لما في كثير في كل مكان مو الخليل بس. يلا سلام. طبعا الحين واصلين عند الحرم الابراهيمي صحيح؟ صحيح. وبعدين الحرم الابراهيمي شو فيه الحين جايين نسوي؟ تكيه سيدنا ابراهيم. تكيه سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام طبعا من القدم، لها حوالي 1000 سنه تقريبا موجوده. التكيه لها معنى اطعام بلا مقابل. اربعه عمال يقومون بتحضير ما يقارب 5000 وجبه يوميا. شو هي التكيه هاي؟ بتكون في زي شوربه. شوربه هاي خاصه فقط في مدينه الخليل بالضبط. يعني مثلا بتجربها في البيت، تجرب تعملها ما بتزبط. في ناس حاولوا يسوونها ما قدروا. ايوه بالضبط. وهي الشربه شو يعني؟ شو قلت من سيدنا شو؟ سيدتنا ساره. سيدتنا ساره. نعم سيده ساره. هلا هم بيقولوا انه هم يقولوا هذه مقوله يعني انه مثلا بيطلعوا اللي بيشتغلوا العمال بيطلعوا من الغرفه اللي بيطبخوا فيها. نعم تتحرك لحالها. تجي سيدتنا ساره بتحركها. بس مش هم يقولوا كذا يعني. هذه خرافات يمكن، الله اعلم. هذه المقوله يعني. فنحن جايين نجرب هو شو؟ الشوربة. شوربة 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 هذه إن شاء الله. كيف حالكم؟ السلام عليكم. بيعبوا لك هذه كلها؟ ما شاء الله ما شاء الله. جاي من متى الحين ولا الصبح؟ الصبح. طوابير أهل الخليل. والله أنا مو حاس كأني قريب اليوم، حاس كأني بين أهلي. والله هذا الأخ جهاد طبعا ما شاء الله، هذا اللي استقبلنا أمس، واليوم يعني جايين نجرب الشوربة إن شاء الله. هذه الشوربة مباركة من سيدنا إبراهيم لها سنوات. وطعمها هذه خاص فقط في الخليل؟ خليل يعني لو سويتها بطرق بتطلعش. هذا لو نفس العمال بسواها هنا سواها في البيت ما بتطلع هيك. هذه مباركة سيدنا إبراهيم بحركها. هذه كلها بتعبيها شوربة؟ يس ما شاء الله. بعدين شو تأخذها للبيت تشربها؟ للخطيبة أنا والحبيبي. خلوا يلا نطلعها تطلع الأوت. يلا روح. في زحمة قوية على المكان كثير لذيذة. بس أنا عمري أسمع أن الشرب يحطوا فيها ملح ولا شيء، ليش تحطوا السكر؟ عشان تصير طيبة وكويسة. عشان تصير طعمة شوية سمنة بلدية بتصير أزكى. يلا نجربها اليوم إن شاء الله. من شو تتكون الشوربه هذه؟ هاي الشوربه عباره عن قمح ومي وملح. بس الطعم السري يقول انه يجي من المكان نفسه. يتعلق بالمكان. هاي اعتبار قمح مجروش عنبر. يعتبر مي وقمح. هاي بتسمى شوربه سيدنا ابراهيم. ما شاء الله. طبعا هاي تكية على مدار السنه فاتحه. على مدار السنه تقدم مجانيه. مجانيه اي واحد بيجي باخذ.
من يتكفل فيها؟ كلها تبرعات من أهل خير. ما شاء الله. كلها أهل خليل والضفري عبيجي. طول السنة يومية. طول السنة يومية. في رمضان السنة هاي ما شاء الله يعني كل يوم لحم وجاج. المدينة التي لا ينام بها جاع هي مدينة الخليل. ما شاء الله. الله ينعم فيكم. المحليين. وحانت لحظة الحقيقة. ما شاء الله والله طيبة مع السكر أحلى بعد. ما شاء الله. زيد عليها سكر إذا بدك. ممتاز القياس. لا صراحة أنا عيبتني 100% لذيذة جدا. ما شاء الله. زيكي. أنت طول عمرك تأكلها ومع ذلك ما تشبع منها دائما ما بتزهق ترجع لها ها؟ ما شاء الله. شو جهاد؟ دايزي. ما شاء الله. خلطها. أسكن مع سكر كتير مع السكر صح؟ بعد هذه الوجبة الدسمة رحنا إلى المسجد الإبراهيمي، رابع الأماكن المقدسة عند المسلمين، ويعتبره اليهود ثاني الأماكن المقدسة عندهم. هذه كلها محلات فلسطينية. أيوة 90% مسكرات مهم. ليش 90% مسكرات؟ فيش حدا بخش هون. هاي الحرم الإبراهيمي هون. أيوة. وهون محاسيم طالع تخش مش محسوم انت كش تفتشوك هاي. أيوة لا أنا مسلم بس يدخلون. بعرف ما مع المسلمين يفتشوك. طبعا هني داخلي عند الحرم الإبراهيمي وللأسف اليهود هم اللي يحكمون المكان مشددين يعني، فيسألونك إذا أنت مسلم ولا لا، فإن شاء الله بندخل إن شاء الله الحرم الإبراهيمي. عشان ندخل المسجد هذه الحواجز موجودة. طرق تفتيش غريبة ما نشوفها حتى في بعض المطارات. افتح انت على الدين. كيس 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 الحرم الإبراهيمي صحيح؟ صحيح. الحين داخلين على الحرم الإبراهيمي طبعا. طبعا شوف الكاميرات. كاميرات في كل مكان مراقبين المسجد من كل زواياه. المغارة تحت عمرها ما يقارب 5000 عام، ويقال إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اشترى هذه المغارة في هذه البقعة بالذات، لأن سيدنا آدم عليه السلام مدفون في هذه البقعة الطاهرة المباركة. ففي رواية تقول إن سيدنا آدم ونوح وسام أيضا مدفونين في هذا المكان الطاهر. المغارة عبارة عن حجرتين، حجرة مدفونين فيها الرجال وحجرة مدفونين فيها النساء. المدفونين في المغارة سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة، سيدنا إسحاق وزوجته رفقة، سيدنا يعقوب وزوجته لائقة. طبعا هذا مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. تخيل أنت يوم بتيجي تشوف المقام، هناك المقام وبتسمع وراها أصوات. أنا كنت أقول هذه الجهة الثانية للمسجد، في يعني في ناس يقرون قرآن ولا يسوون، لا طلعوا اليهود هم اللي يسوون عباداتهم داخل الحرم الإبراهيمي، القسم اللي أعطوه لليهود. وأنت كمسلم في مسجدك تسمع الأصوات، تخيلوا. الحمد لله ربي ربي ينصرنا إن شاء الله. يعني هناك ما نقدر ندخل. هاي هذا المدخل الثاني للحرم الإبراهيمي. هاي اليهود هذا اللي هناك. يا الله. هذا الحرم الإبراهيمي صحيح؟ هذا مسجد كبير. ورافعين علمهم. يا الحرم. حسبنا الله ونعم الوكيل. شو المنظر هذا؟ شو المنظر؟ والله منظر يعور القلب صراحة. يعني الحرم الإبراهيمي، المسجد المبارك، المسجد فيه مقامات يعني أنبياءنا، سيدنا يوسف عليه السلام، إبراهيم، سيد إسحاق، كلهم ماخذين النص هناك ورافعين علامهم الكريهة اليهود.
بعدين تشوف الجهة الثانية قدام المسجد عندهم مستوطنات ممنوع ندخل. لا هو مسموع بس شوف طريق واحدة بس تعدي طريق. لا ما بندخل. لا أنا بس أبغي أظهر للناس عشان تدخل المسجد كم حاجة استمر فيه. وكغيرها من المدن الفلسطينية دخلنا إلى البلدة القديمة في الخليل، واللي أحزنني أن أغلب المحلات مغلقة وأكثرها تم الاستيلاء عليها من قبل الاحتلال. أيوة يا الله شو هالنور طلع فيك فجأة. جرب. لا أنا جربت العمال. يا ما شاء الله عندكم الكوفة تلبسون الكوفة أنتو؟ هذه الكوفية ولا شو يسمونها؟ طربوش. هذه طبعا طربوش أنا شفته أنتو في عمان. لازم أجرب. أجواء رائعة جدا في البلدة القديمة أمام المسجد الإبراهيمي. لا يا زلمة يا أخوان عجيب. وين لا لا ما تثبت. ايوه اديها. ما اروعها الخليل يا الربع، ما اروعها حارات القديمه في الخليل. سكر. طيب راوينا راوينا. احنا بنتمشى اذا زينا زيك بنضيع. طبعا اول ما تطلع من البلدة القديمة أو السوق القديم هني تطلع هذه الجهة. هذه شو جهة؟ هذه شو مستوطنة؟ اسمه باب البلدية. مستوطنة ماخذينه اليهود. مستوطنة هذه خلاص. هذا كان سوق هون. كان سوق هنا مجموع مع الحرم إبراهيم والبلدة القديمة. أخذوه. طبعا في جنود هناك يعني يراقبون المكان كله. خلاص يعني جهة مستوطنة صارت يعني محتل أخذها واغتصبها. هذه قهوة بدران. قهوة بدران يمكن 500 سنة. قهوة شعبية؟ قهوة شعبية عن الآخر. طبعا الحين نحن وصلنا قهوة شعبية فلسطينية، يعني بتجلس ويا اخوانك الفلسطينيين تسولف. شوف الكراسي ما شاء الله كيف. ماشي ماشي ما شاء الله. كبار عشائر الخليل يجوا يجتمعوا فيها هون باب القهوة. ما شاء الله كل أهل جبل الخليل من أعدموم عطاوي مشاكل كلها تيجي هون. طبعاً أبو هتلر من أبو شو؟ أبو هتلر أبو عبد الله. ما نحن بنقول هذا لقب معروف. هذا لقب أبو عبد الله. لقبك أبو هتلر ليش طيب؟ وأنا صغير هقت. كانوا يقولوا هتلر. ما شاء الله أنت خليلي حضرتك. خليلي حياك باين الله. والله احنا بالنسبة لنا في الخليل عنا يعني اكلات زاكية كتير، عنا يعني بلا مؤاخذة المقاليب هذه ببيعوها في المطاعم. المقلوبة بيقولوا لها. في عندك مطاعم بتبيع محاشي هذا اللوز بيعونه. حبة؟ دوق قد ما بدك. السلام. تفضل يا شباب دوق. شو اسمها هذه؟ حصروم. حصروم. حصروم مو بس هني صح؟ في أي مكان. بسم الله. كمان كرزة. أبو حتى ليش بطلوا السيارة؟ في كرز. إلو الحصروم؟ كرز أخضر. تفضل. يشبه الزيتون. والله ما قصر. حياهم الله شباب، شو نفسكم؟ ما شاء الله. مخللات على كيفهم ما شاء الله. حصروم أول مرة أشوفه. طيب هي تحصل الاكل بانواع واشكال الاكل الخليلي الصراحه. اي والله ما شاء الله جانن هذه هي على الطاقه الشمسيه تشتغل. الطاقه الشمسيه هاي السياره الحين ببلاش. بتطلعك من هون على باب الزاويه وبتنزلك من باب الزاويه على هون. مجانا للناس اللي بدها تنزل على البلده بتنزل. يعني مو بلازم يكون في اعاقه ولا شيء. لا لا عادي. طب ليش ما تطلعوا فيها انتوا؟ لا احنا بدنا نتمشى. عايب نص يشرب شاي. نحن طبعا في عز الظهر والجو يعني نوعا ما حار لا بأس يعني، والناس تشرب قهوة ما شاء الله لذيذة. انت اللذيذ والله ما شاء الله حبيبي. لذيذ جدا. اجواء الحين اجواء الخليل وسط البلد باب الزاوية تشرب لك قهوة اخوانك الفلسطيني. شو تبغي اكثر من شيء؟ اللي يقول انه فلسطين مو بآمنة لا تروح هناك لا تسوي. شوفوا نحن، أنا الحين شايل كاميرتي ولا أحد يتعرض لي،
واي واحد يشوف اني انا غريب يسالني تبغي شيء نساعدك بلد عمينه وتعال واي واحد يجي على هالبلد عمينه وفيش شيء الحمد لله ما في شيء والله الحمد لله والله ما شاء الله انا حاسس كاني بين اهلي وناسي والله طبعا الحين ردينا لبيت اخونا جهاد اللي فتح لي بابه من امس والله ما قصروا والحين يقول لك المقلوبه الوالد العزيز الله يحفظ لهم اياها ان شاء الله المقلوبه اول مره طبعا هذه ما اكلتها المقلوبه الخليليه ها هذه المقلوبه الخليليه بشو تقلبها انت ولا انا لا عشان ما نسوي حوادث انت قلبها طب يا ها لحظه بسم الله بسم الله الله ما شاء الله اوه يا الله على الريحه جميله طبعا انا طول عمري اشوف المقلوبه في اليوتيوب في التلفزيون اليوم شفت على اصولها مكسرات ها صحيح صحيح ما شاء الله هذا اكيد لازم تكون مكسرات ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظكم بصراحة انصدمت من شعب الخليل رغم المعاناة اليومية مع المحتل ومع الحياة عامة ولكن ما زال محافظ على الشهامة وبشاشة الوجه مع كل الناس شعب مليء بالإصرار ومؤمن بأنه سينتصر يوما ما إن شاء الله في الفيديو الجاي أكمل رحلتي إلى شمال الضفة إلى ملكة فلسطين منبع الكنافة نابلس عشان نتعرف على شعبها أكثر تابعونا